أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الطيران الحربي الروسي يستهدف بلدات بينين وشنان وسرجة في ريف إدلب الجنوبي بالصواريخ الفراغية وفق مراسل حلب اليوم. فريق منسقو استجابة سوريا يوثق أكثر من 2122 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا من قبل النظام وروسيا منذ مطلع العام الحالي. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 20 عنصرا من قسد حاولوا مهاجمة منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال سوريا وفق بيان الوزارة. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقول إنها وثقت 1024 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من العام 2022 على يد مختلف أطراف النزاع في سوريا. منظمة العفو الدولية تطالب مجلس الأمن بتمديد القرار الخاص بإدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا. ممثلة بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية جوانا روبرت تقول إن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في 8 هجمات منفصلة ضد الشعب السوري والمملكة المتحدة ستضغط من أجل محاسبته.